الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن، أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علاج الدفع، علاج الدفع، لأن هناك علاج دفع وعلاج رفع، فعلاج الدفع يكون قبل وقوع المصيبة، وعلاج الرفع يكون بعد وقوع المصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن، فعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فإذا المسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الخصال، وأولها الهم والحزن، لأن الإنسان إذا تمكن منه الحزن أورده المهالك. ولهذا يعقوب عليه السلام قال: وابيضت عيناه من الحزن. وبعض الناس يؤدي به إلى الهلاك، قد يموت بسبب الحزن.